فكان احنا كنا قلنا بدنا نبلش بالانتجريشن باي بارتس. اوكي هيدي مطلوبه لكم هالسنه بس مش مطلوبه للاس. كرمال هيك في بعض الاسئله رح تحلها بالصف او هلا هون، في اشياء انت رح تحلوها وما رح تحلوها اذا كانت انتجريشن باي بارتس. طيب اول شيء حنعطي هيك فورمولا، حنطلع من فورمولا ونرجع نحكي بأي حالات نحن نشتغل انتجريشن باي بارتس. طيب قبل ما ابلش الكل سمعنا منيح؟ ايه استاذ؟ اوكي ممتاز. طيب نحن بنعرف انه في عندنا هيدي الفورمولا، اوكي ديريفاتيف لليو تايمز في هي يو برايم في بلس يو برايم، صح؟ كلنا بنعرفها. طيب من ورا هيدي الفورمولا رح جيب انا هيدي في برايم يو اللي هي ذاتها يو في برايم. بطلع معكم بهيدي الحاله وبستعمل الفورمولا ديريفاتيف لليو في ماينس يو برايم. اوكي في شيء اشكاليه هون؟ طيب هيدي طلعتها من الفورمولا تبع الديريفاتيف. رح اعمل هلا انتجرال لكل وحده. طبعا هون انا عم بعتبر اليو ان في are two function of x، يعني variable هون هي x. طبعا اذا غير variable بتغير نفس الشيء، بصير دي تي مثلا بدل دي اكس حسب ال variable شو. فكان بما انه اليو في برايم هي يو في كلها برايم ماينس يو برايم في، معناتها الانتيجرال لليو تايمز يو برايم ايكوال انتيجرال يو في كلها برايم ماينس انتيجرال يو برايم. لهون كل شيء تمام؟ يا معلم هلا ايه استاذ؟ طيب هيدي الفورمولا شو هي الديريفاتيف، شو هي الانتجرال لليو في كلها برايم؟ هيدي هون لحال الانتجرال للديريفاتيف هي مين؟ شي ذات فانكشن بتعرفوها هي ولا لا؟ انتجرال اذا قلت لكم انا هلا انتجرال اوف اف برايم اكس. اوكي اوكي انا عارفها. شو يعني انتجرال؟ مش يعني انتي ديريفاتيف؟ مش يعني عم ندور على فانكشن الديريفاتيف لها هاي اللي جوا؟ من هو الفانكشن اللي الديريفاتيف له اف برايم اوف اكس؟ اف اوف اكس. اف اوف اكس معناتها هون انتجرال لليو في كلها برايم هي مين؟ هي يو في. نطلع من الانتجرال صح؟ صح مش الحال؟ هيدي اللي معلمينها هون بالبوكس، هيدي هي الانتجريشن باي بارتس. هلا بتعرفوا كيف حتستعملوها من خلال الاكزامبل، بس انه هي هي الفورمولا. لكن انتجرال يو تايمز في برايم ايكوال يو في برات الانتجرال ماينس انتجرال للعكس، يعني انتجرال بتصير هون يو برايم تايمز شو؟ تايمز في. اوكي؟ مش الحال؟ طيب هلا ايمتى نحن بنستخدمها للانتجريشن باي بارتس؟ هيدي كثير مهم تعرفوها لانه انا مش رح اقول لك دائما. هلا اوقات بيساعدوكم اوقات بيقولوا لكم بس تعمل كله انتجرال مثلا باي يوزنج انتجريشن باي بارتس فايند ذا فولوينج انتجرال، بس اوقات ما بيقول لكم. انا عم اقول لك هون انت بتستخدم وي يوز انتجريشن باي بارتس وين وي هاف انتجرال بقلب الانتجريشن عندنا برودكت اوف تو فانكشن اوف ديفرنت تايبس. فهمتوا؟ يعني عندي بقلب الفانكشن عم بضرب تو فانكشن يعني ما خصهم ببعض. خلوا تشوفوا كيف. يعني ما بتزبط معك لا الطريقه الكلاسيكيه العاديه اللي بتعرفوها ولا التشينج فاريبل هي تعيد تبات يو ايكوال لتطلعوا اليو برايم. هي الانتجريشن باي بارتس اجت ان بلس كرمال اذا ما زبطت باي تشينج فاريبل ممكن تزبط باي انتجريشن باي بارتس. هلا بتعرفوا كيف بنستخدمها لهيدي الفورمولا. اوكي لهون تمام؟ طيب هلا تفهموا اكثر الريمارك شو المقصود برودكت اوف تو فانكشن اوف ديفرنت تايبس. رح ياخذ اول اكزامبل. اوكي عم كبير. اوكي طلعوا هلا انتجرال 2x ماينس 3 انتو لان x. طيب اول شيء بدي ارجع اطلع لفوق شوي لتضل مبين الفورمولا. اول شيء بده يكون في عندي برودكت بقلب الانتجرال، يعني اقدر اشوف انا برودكت اوف تو فانكشن. شو هن التو فانكشن عندكم اليوم بقلب الانتجرال؟ 2x ماينس 3 هيدا اللي هو نوعيته شو؟ متذكرين شو نوعيته هالفانكشن؟
polynomial. Polynomial بالضبط. هيدا polynomial function. وهيدا الثاني مضروب بمين؟ بلان. مزبوط؟ مزبوط. هون polynomial times lan. خصهم شيء ببعض هو function. هل لا. في علاقة مباشرة بيناتهم؟ في علاقة بالدريفاتيف بس. بس هن بين بعض ما في علاقة. صح؟ هيدي معناتها انه عندنا هون integration of product of two functions of different types. يعني مثلا وحدة بقول لكم اياهم شو هن كلهم بيشتغلون السنه. مش غيرهم مثلا. polynomial مضروب بلان. او بكره بالدرس الجاي polynomial مضروب بإكسبوننشال. او انا هون دخلت هلا فنان كرمال ما بحط بس لان polynomial مضروب بالتريجونومتريك فانكشن يعني ساين وكوساين. هلا برجع هون بذكركم انا بالدريفيتيف للساين وكوساين. اوكي والانتجرال ماشي؟ هذا هي مصر يعني بس تلاقوا تو فانكشن يعني انتجرال في بقلبها تو فانكشن وحده منهم polynomial وحده منهم لان او وحده منهم polynomial وحده منهم exponential اتسترا بدك تفكر هون بالانتجريشن ميثودز. او بمعنى ثاني لما انت تيأس يعني اذا جيت اخذت هون let u equal ما بتزبط معك بالبرايم يعني مثلا هون اذا بتفكر تقول let u equal lan x مثلا على تشينج بعد طيب شو بيطلع الدريفيتيف اذا جيت انت اخذت u equal lan x شو راح يطلع على البرايم 1 على x 1 over x طيب شو بدي اعمل فيها let 2x minus 3 استفدت منها شيء؟ لا انا بدي افتش على شيء هون بحكي عن انتجريشن ميثودز اتفقنا اول شيء كيف بعرف انا وين انا بدي افكر هون بالغاي بارتس كرمال هلا نبلش كثير شو بدي اعمل بالغاي بارتس الانتجريشن باي بارتس بدك تكون انت شايفها بهذا الشكل يعني تو فانكشن بدها تكون وحده اسمها يو وحده اسمها شو في برايم اوكي من اليو بتطلع اليو برايم ومن الفي برايم بتطلع الفي وبتطبق هالفورمولا لانه انا بحاجه لليو برايم في برجع للانتجرال يعني ححولها من انتجرال لشكل يو في برايم لانتجرال يو برايم في هيدي الانتجرال الثانيه بتكون عاده في الحل ايه هي اتفقنا؟ خلينا نجرب يلا لما بيكون عندكم بولينوميال ضرب لان دائما بتختاروا اليو هي اللان اوكي؟ اتفقنا؟ ساعتها الفي برايم ما عندي حل غير اختار البولينوميال الثاني اللي هو مين هون؟ اذا اليو اخذناها هي اللان اكس الفي برايم مين بياخذها اجباري؟ 2x minus 3 2x minus 3 شوف هلا شو بصير من اليو بدي اجيب اليو برايم يعني عم تعمل دريفيتيف هون عادي شو الدريفيتيف للان اكس؟ 1 على اكس انتبهوا هلا من الفي برايم لتجيب الفي هون انت بدك تعمل شو هلا؟ انتجرال اوكي؟ بنطلع من الفي برايم لجيب الفي، الفي هي الانتجرال لهذا يعني الانتجرال ل 2 اكس ماينس 3 اللي هي سهله بتطلع اكس سكوير ماينس 3 اكس مش الحال لهون؟ طيب ايه استاذ شوفوا هلا شو بصير صارت الانتجرال ل 2 اكس ماينس 3 لان اكس انا اعتبرت 2 اكس ماينس 3 اعتبرتها هي في برايم واللان اكس اعتبرتها شو؟ يو مظبوط؟ عم بتشوف هون بكعب الشاشة تحت مطرح ما انا عم بكتب اوكي صارت الانتجرال لليو في برايم هي يو تايمز في برات الانتجرال اليو هيتها تايمز في هالفي بضربهم ببعض عادي يعني لان اكس ضرب اكس سكوير ماينس 3 اكس ماينس شوفوا هلا صار عندي انتجرال هون لمين يو برايم تايمز في يعني هيدا اليو برايم 1 over x بضربه بالv ما بقى عندي مشاكل بالانتجرال هتشوف يعني هلا بعمل انتجرال صح بس لمين؟ لل 1 over x multiply بالv اللي جبتها اللي طلعت قدامي x squared minus 2x قبل ما اكفي من هون كل شيء تمام؟ ايه استاذ هيدي هلا بتضلها هي ذاتها هيدي خلص هيدي لقيناها بس دائما نحن ننصح نحط البولينوميال قبل اللام يعني صار عندي بعمل expand راح تطلع x سكوير لان x ماينس 3x لان x ماينس انتجرال هون هلا بتظبطوها جوا انت عندك 1 over x multiplied ب x سكوير ماينس 3x عملته هون expand و simplify راح تطلع انتجرال لمين؟ ل x ماينس 3 dx هيدي صار فيك تحلها ولا لا هلا؟ هي الانتجرال سهله سهله عليكم ولا صعبه؟ x ماينس لا سهل
اوكي بتحلها عادي بتطلع انتجرال للاكس هي اكس سكوير اوفر 2 والانتجرال للماينس 3 هون تبغى بس الساين عندنا ماينس ضرب ماينس 3 صارت بلس والانتجرال لل 3 هي شو؟ هي 3 اكس هي بتكون الحل الانتجريشن فهمتوها؟ ايه استاذ هلا طبعا اللي بحب يتاكد في يرجع يعمل لهي للاخر شيء للجواب تعملوا له شو؟ ديريفاتيف اذا بتعملوا له ديريفاتيف لازم يطلع مين؟ هو الفانكشن هو ذاته 2x ماينس 3 انت الاكس مش الحال؟ طيب هنروح لاكزامبل ثاني بس قبل هقول لكم كيف بتنطرح اوقات بطريقه ثانيه خاصه هلا للاس هلا مثلا للاس ممكن اوقات انت كيف تستعملها؟ ممكن الفانكشن يكون في بقلبه هيك هيك شيء يعني 2x ماينس 3 لان اكس وانا بحاجه لسؤال اريا يعني في عندي سؤال في اريا طيب بدي احل هيك انتجر هلا اذا انت بتعرف تحلها باي بارتس بتحلها بهالطريقه شو بيعملوا اوقات للاس او حتى لكم اذا ممكن اوقات تسالوه علي ممكن هو يجي يسمي فانكشن يسمي لك مثلا لات اف كبيرة اوف اكس ايكوال هل هل تحت طلعت بس هون رح ارجع اخذ انا لان اكس كومن فاكتور يعني بيطلع عندك هيك اكس سكوير ماينس 3 اكس لان اكس اوكي ماينس اكس سكوير اوفر 2 بلس 3 اكس بيجي هو بيعطيك اياها بيقول لك شو ذات الاول بارت مثلا اف كبيره از ان انتي ديريفاتيف اوف هاي افرض اسمها اف صغيره انت شو الوضع؟ يعني هو بيقول لك برهن لي انه الاف الكبيره هي انتي ديريفاتيف لمين؟ لهذا الاف يعني بس بيبرهن انت انه شو؟ الاف برايم اوف اكس كابيتال اف ايكوال تو وات؟ شو برهن؟ مش الحال برهن سهل تعمل ديريفاتيف بس هيدي بتعملها على يوتا اكس بي وهي بتشتغل عادي بتطلع هيك شو طيب انت لما برهن اف كبيره هي انتي ديريفاتيف يعني خلص نهايه انتجرال يعني صار عندك اياها هو معطيك اياها بالتهديه انه صارت انتجرال لهي اللي هي 2 اكس ماينس 3 لان اكس هي مين؟ هي اوكي؟ هلا بالاساس هيك حينطرح يعني ما بيلغي السؤال كرمال والله ما عشان هيك اللي بالدوله لما لغوا الانتجريشن باي بارت للاس مش انه لغوها انه بشكل انه تنزع الطبيعيه بس بصير سؤال الانتجريشن بدل ما انت تدور على انتجرال بصير هو يعطيك اياها هلا عم بقول لكم عنها لانه حتى انتوا اوقات في انواع فانكشن ممكن بتكون صعبه شوي حتى الانتجريشن بطار سبعه بتكون صعبه فاوقات بيسهلوا عليك هون بيحطوا هو الفانكشن هي معناته انه ما بتعملوا انتجرال مره بسهوله بس بتستعملوا اوكي بس بيكون هو اعطاكم اوكي طيب خلينا ننتقل لاكزامبل ثاني هيك لنفهم القصص بدكم تساعدوني انتم هلا هون هلا انا كاتبهم كثير بس يعني بحاول ما بين شيء لحد هون عندي انا انتجرال بدنا نجيب هلا بتوين تو نمبرز هونيك ما كانت بتوين تو نمبرز حطينا بلس سي اخر شيء ما تنسوا البلس سي بس ما يكونش عندكم بس تكون عندي فاين انتجرال اوكي بتهيأ لي فوق طيب هلا انتجرال اكس كيوب لان اكس هون البولينوميال قد ما عدت الديجري تاعيته مش فارقه معي بينحل ان شاء الله يكون اكس باور تاني اوكي لو حبيت احط لكم هلا البولينوميال بدي شو هون الديجري تاعيته هيدا 3 من شوي حطينا polynomial of degree 1 بدي احط polynomial of degree 2 بدك المهم عندك هون واحد polynomial وواحد شو؟ يعني. اول شيء بدك تختار انت بدك تكون حافظ الفورمولا اللي هي هرجع كده هون integral u v prime dx طبعا equal u times v بعرف هلا بعض ما حفظتوها هلا بس هي نفس جاي من ورا الديريفيتيف يعني هو ده ماينس انتجرال يو برايم فهمتوا شو هي اللعبه انتم بقصه الانتجريشن؟ يعني بيخليك تتحول من انتجرال صعبه عليك لانتجرال سهله اللي هي هيدي الانتجرال الثانيه صارت بدل ما تكون يو تايمز يو برايم قلبوا الفانكشن صاروا يو برايم ضرب شو؟ هيدي اجمالا بتكون بتقدر تحل اذا ما قدرت تحل الانتجرال الثانيه معناتها ما بتزبط هذا شيء غلط لازم تحل واضح؟ طيب هلا مين بدي اختار اليو هون؟ كتبها انا حبيبي الاحمر دائما بنختار اليو مين؟ لان معناتها الفي برايم حكما الاجباري اختار مين هون؟
x باور 3. ماشي الحال؟ ماشي. إذا اليو هي لان x يو برايم إيكوال تو وات؟ تعرف إذا لان x هي 1 على x. إذا الفي برايم هي x 3 الفي هي هلا لك وأنا عم بحط دائما انتجرال بس أنتم فيكم تعملوها بسرعة براسكم بس هلا بس كلمات تتعودوا إنه أنا دائما لما بنطلق من الفي برايم لأجيب الفي أنا عم بعمل شو هون؟ انتجرال. اوكي؟ لما هيك دائما بتختار البرايم هي بولينوميال لأنه الانتجرال للبولينوميال هي كثير. أصلا الانتجرال للان اكس ما فيكم تحلوها. الانتجرال للان اكس بتنحل باي بارتس هي كلها على بعض حاطط وحدة بالابلكيشن أنا رح تحلوها لبكرة. اوكي؟ اوكي. في برايم إذا كانت اكس كيوب معناتها الفي هي الانتجرال للاكس باور 3 اللي هي قد ايه بكل بساطة؟ اكس باور 4 مظبوط؟ مظبوط. قبل ما انتقل للجواب شو برايكم حيصير؟ انا اعتبرت انه اليو هون هي اللان اكس والفي برايم هي مين؟ اكس كيوب. شو المفترض يطلع الجواب؟ ايكوال يو تايمز في يعني هيدا طيب رح محكي هون بس لفرجيكم على شغل يعني انت عم اذا كتبتهم انت بهذا الشكل اللي انا عم بعمله يو تحت اليو برايم وفي برايم تحت الفي بتصير كانك عم تعمل هيك يو ضرب في هيدا او بضربهم بعض او برات الانتجرال يعني هون لان اكس ضرب اكس 4 اوفر 4 ماينس انتجرال لهول ضرب هون فهمت شو قصدي؟ فهمت اللعبه كيف هي؟ الاولى هون ضرب الاخيره ناقص انتجرال للي تحت اللي هن يو برايم تايم شو؟ تايم رجع اكتبها هلا حيطلع الجواب لان x times x4 over 4 يعني x4 over 4 ضرب لان x minus هون طبعا هيدي لحالها between مين حتكون؟ هيدي حليناها خلص هيدي between 1 and 2 and e minus مرة ثانية between 1 and e لمين؟ هالمرة u prime على times هلا طبعا مع الوقت اذا قدرت تعملها مانتلي هيدي تضربها ما عندي مشكلة بس هلا انا كاتبهم ستيب باي ستيب بس انا بعوض عليها هيدا اليو برايم برايم في اللي هي قد ايه اكس 4 هيدي هلا صعب الشيء هلا انتجرال هون هلا الفور هي اللي تحت بتطلعها لبرا والاكس 4 اوفر اكس بحسبها بتطلع قديش معكم هاي اكس 4 قد ايه جوا اكس 4 بترجع بتحل مره ثانيه انتجرال اكس 4 اللي هي حترجع تطلع اكس 4 اوفر بس في عندي برا اوفر يعني هتطلع اوفر 16 ماشي شوفوا الجواب ماشي صار في شويه كالكوليشن فكان طلع الجواب بهذا الشكل ارجع لهم كلير يلا انتجرال للاكس باور 3 لان اكس هي يو تايمز في فوق بس عشان ما فينا نرجع دائما لفوق اليو هي لان اكس والفي هي الجواب اللي طلع معكم اللي هو اكس 4 اوفر شو؟ اوفر 4 هيدي برات الانتجرال هي بتحسبها دلوقتي هلا بتوين 1 ماينس انتجرال يو برايم هيدا اليو برايم اللي هو 1 اوفر اكس تايمز في اللي طلع معك اللي هو اكس 4 اوفر مش الحال؟ هون بلشت تعوض هلا فيك ما تعوض فيك تنطر لتخلص الانتجرال الثاني وتعوضهم كلهم فرق مره بس اذا بدك فيك تبلش هون بهالوقت انه تكسب وقت هيك بتحل الانتجرال الثاني فيك تبلش تعوض هون عادي عم اعوض هلا اول شيء محل الاكس اي يعني اي 4 اوفر 4 لان اي ماينس عم اعوض برجع محل الاكس شو 1 يعني 1 اوفر 4 لان لان 1 بتروح هي صح وهون اللان اي هي شو بعد شوي هي شوف هلا هون صار ماينس 1 اوفر 4 طلعتها برات الانتجرال شو بقي جوا اكس 4 اوفر اكس هي اكس باور شو هون بعد بدي انتجرال على الحل اوكي هلا اخر ستيب بحسب هولي بقي منهم هولي بس مين؟ اي باور 4 اوفر 4 اوكي هولي كلهم راحوا لانه لان 1 هي 0 ولان اي هي 1 ماينس 1 اوفر 4 بتركها برا هلا مره ثانيه شو الانتجرال للاكس باور 3 هي اكس باور 4 اوفر شو؟ اوفر وهلا بحسبها بعرف برا الانتجرال بين 1 و 0 بتحسب اول مره بتعوضوا محل الاكس اي وثاني مره بتعوضوا محل الاكس شو؟ وبتحسبها بتعملوا اكسباند بيطلع معكم اخر شيء هيدا الاكزاكت فاليو 3 اي 4 بلس 1 اوفر 16 اوكي
هيدا كيف بتأكد ان شغلي صح؟ تحسب هيدا انت هلا على الكالكوليتر هيطلع معك 10.29. من جهه ثانيه اذا بتروح على الكالكوليتر بتعمل فيريفيكيشن لهاي يعني بتحط الفرق مره انتجرال فروم 1 تو اي ل اكس 3 ل اكس هيطلع معك كمان قد ايه 10.29. انا شغلي بالمصري مش الحال دوا مش الحال بس اوكي اروح هلا لشيء ثاني غير الاكسبلانشن بعد باخذ منها هياخذ التريجونومتري هلا بعرف التريجونومتري ما اشتغلته عليه هذيك السنه حتى هي السنه ويمكن ما يكون مطلوب للامتحان الرسمي مش يمكن على اكيد بس انه ما عليه تعلموه هون بفيدوكم عوده كثير بكره شو ما عملتوا اختصاص لازم تكونوا بتعرفوا الدريفيتيف والانتجرال والكوساين والساين انا هون شو عامل انا ببلش بذكركم بقاعدات الدريفيتيف مش بذكركم عم بعطيكم اياهم هلا انا كاتبهم بهو التشابتر اكزامبل تشابتر زيرو بس انه عم بذكركم فيهم على الاساس يمكن تكونوا بالفيزكس بتستعملوهم كمان ما بعرف إيه نحن عاده بالماتن عاطين جريد 11 بس هذيك السنه كان ملغى الجيومتري بالملك طيب اول شيء في عندي هون انتجرال لاكس تايمز كوساين اكس يعني عندك بولينوميال مضروب بشو؟ بالتريجونومتريك فانكشن بخصهم بعض ديفرنت تايبس ما بتظبط هي على اليو على الفاي فهمتوا كيف؟ اول شيء حنذكر ليكوا كيف تحفظوا ساين اي اكس اخذت فرض مره اوقات ما بتكون ساين اكس وكوساين اكس اوقات بتكون مثلا ساين 2 اكس او كوساين 3 اكس فهمتوا كيف؟ طيب اذا عم تعملوا ديريفيتيف للساين هي لك شو بصير؟ كانك عم تعمل ديريفيتيف للي جوا يعني اي اكس لحالها شو الديريفيتيف اللي قدام؟ اي وبضرب بالكوساين يعني الساين بتصير شو بالديريفيتيف؟ كوساين للاي اكس مش الحال؟ عم حاول لاقيكم طريقه لتحفظونه بسرعه بينما الانتجرال للساين اي اكس اول شيء اذا الديريفيتيف للساين هي بلس الانتجرال للساين شو بتصير هون؟ ماينس اذا هون بيطلع الاي لبرا هون بيظهر الاي لتحت بتصير 1 اوفر شو؟ 1 اوفر وكمان ساين اي اكس بتصير شو؟ كوساين اي اكس فهمتوا بيناتهم الفكره كيفيه؟ يعني انت اذا حفظت وحده بتقدر تحفظ الثانيه بسرعه بتصير هي هي الفكره انا صراحه هو الاربعه حافظ منهم وحده من وحده بعرف الباقي كله طيب الديريفيتيف للساين هي بلس كوساين والانتجرال للساين هي ماينس كوساين كوساين العكس الديريفيتيف للكوساين هي ماينس والانتجرال للكوساين هي شو؟ هي بلس فهمتوا كيف اللعبه؟ والباقي سهل الساين بتصير كوساين والكوساين بتصير شو؟ ساين كان ديريفيتيف وان كان شو؟ انتجرال بس الفرق الوحيد انه بالديريفيتيف هون عم تعمل عم بتطلع الاي لبرا يعني كانك عم تعمل ديريفيتيف للاكس بالانتجرال عم تعمل 1 على ديريفيتيف يعني 1 اوفر مش الحال؟ لاتاكد انه مش الحال حاسالكم اذا بيجي انا هلا بحط قدامي هون انتجرال لساين 5x يلا بسرعه شو بيطلع؟ انتجرال اول شيء انتجرال يعني 1 اوفر 5 صح؟ هون 5x شو هي الاي هون؟ 5 انتجرال للساين انا كيف حافظهم؟ قبل ما تحفظهم انا حافظ انه الديريفيتيف للساين هي بلس معناتها الانتجرال للساين هي شو بتكون؟ ماينس والساين بتصير كوساين 5x مش الحال؟ طيب مش الحال بيجي بياخذ انتجرال لكوساين 3x راح يطلع برايكم 1 على 3 كوساين 3 لا ساين 3x ما في ماينس الكود الانتجرال كوساين هي بلس 1 اوفر 3 بتصير هون شو؟ ساين 3x الديريفيتيف هن ذاتهم بس العكس يعني الديريفيتيف للساين بلس والديريفيتيف للكوساين هي شو؟ ماينس وما بصير 1 اوفر اي بصير اي بلس مش الحال؟ ماشي شوفوا هلا هون كيف رح نحل هيدي باي بارتس عندنا انتجرال للاكس تايمز كوساين اكس اليو هالمرة ليك وعكس اللام باللام كنا نختار اليو هي اللوغاريتم والفي برايم هي البولينوميال صح؟ هون العكس اليو بتختاروها البولينوميال والفي برايم بتاخذوها التريجونومتري ماشي؟ انتوا الفرق بيناتهم بين اللام والتريجونومتري فانكشن ماشي
لكن أخذنا اليو هي الأكس ساعتها الديريفاتيف للأكس هي بكل بساطة قد إيه؟ 1 إذا أخذنا الفي برايم هي كوساين أكس هون انتبهوا شو عم تعملوا لتجيبوا الفي؟ عم نعمل انتجرال للكوساين أكس انتجرال للكوساين أكس هي مفترض هي هي 1 أوفر A على فكرة في بارتيكولار كيس لما بتكون ساين أكس وكوساين أكس يعني لما بتكون الـ A إيكوال تو 1 ما بقى بتبين ما بقى إلا إيه انتوا كيف يعني هون مثلا 1 اوفر 1 هي قد ايه؟ هي 1 راح انتوا فالانتجرال للكوساين هي شو بتقدر تصير؟ ساين اكس مش الحال؟ طيب مش هلا بدنا نعوضهم انتجرال للاكس تايم كوساين اكس هون المفروض تكون حافظ القاعده شو بتقول؟ يو تايمز بي هي برات الانتجرال يعني عادي اكس ضرب ساين اكس بين 0 اند باي اوفر 2 ماينس انتجرال اللي تحت مضروبين بعض يعني يو برايم تايمز بي هي بيكون شكلها يو ضرب في برايم بتفهم كيف؟ بتتحول لانتجرال يو برايم تايمز بي بس بقدر الصح بتصير هون ماينس انتجرال 1 ضرب ساين اكس طبعاً كيف صار جوا هلا صار في 1 صارت سهله يعني هلا الانتجرال الثاني صارت انتجرال لمين هون؟ صرت عم تحل انتجرال لمين انت؟ لساين اكس ما بقى في عندي بولينوميال اوكي انتجرال للساين اكس هي شو دغري هي كتبتها انا هي ماينس كوساين اكس هي انتجرال للساين هي ماينس كوساين مش الحال هون بدك بعوضهم عن اول شيء اكس ضرب ساين اكس بعوض اول شيء محل الاكس باي اوفر 2 محل الاكس زيرو بتعوضوهم وهون اذا بدخل اذا مش حافظينهم الجيومتريك لاينز يعني ساين وكوساين للانجلز بتعرفوهم من الكومبلكس بتجيبوهم عادي هالكالكيتر اوكي بس مع الوقت يعني لازم تحفظونهم الساين 0 هي 0 دائما الساين باي اوفر 2 ليه انا كنت حافظها انا ما بعمري هول الفستان غيبة هول لانه الانجلز معروفين او الاطراف تبع الجيومتريك سيركل باي اوفر 2 هون مظبوط بدكم تعرفوا الساين يعني الاوردينيت لهي النقطة الواي لها شو الواي لها هون؟ هي 1 انتو القوساين لها زيرو مثلا مع الواي اكسس هون مثلا القوساين لها هي ابسسة دائما القوساين هي ابسسة والساين هي اوردينيت ما تنسوا ما فيكم تلاقوا يعني طريقة براسكم تحفظوها فيكم تروحوا على التغيير ما فيش المهم هون الساين باي اوفر 2 حيطلع 1 0 ساين 0 راحت وهون برجع في ماينس ماينس كوساين اكس الانتجرال للساين هي ماينس كوساين فحترجع تصير كانها هيدي بلس كوساين اكس يعني بلس هيدي بتبقى برجع بعوض مره محل الاكس باي اوفر 2 كوساين لباي اوفر 2 ماينس كوساين كوساين لباي اوفر 2 راحت لانه الابسسه لهي النقطه اللي فوق هي صفر وكوساين 0 هي 1 لانه الابسسه لهي البوينت اللي هون هي 1 اوكي بتطلع اخر شيء باي اوفر 2 هون لكم شغله بس انتبهوا منيح اذا بدكم تتاكدوا على الكالكوليتر بدكم تكونوا حاطين الكالكوليتر على الراديان يعني المود تبعها بتعملوا شيفت مود بتدوروا على الراديان انتم حاطينه المفروض على الكومبلكس على الراديان صح؟ من ورا الكومبلكس بتاعك فلازم تكونوا حاسبينها على الراديان لتحسبها صح ساعتها هو بيعتبر الباي هي 3.14 هلا اذا بتيجي بتحسب انت باي اوفر 2 ماينس 1 على الكالكوليتر حاعطيكم 0.57 وإذا بترجع بتيجي بتحسب هاي الانتجرال اللي فوق هاي يعني باي كالكوليتر دغري كمان رح أعطيك دغري قد ايه 0.57 ما بتعطيكم اياها تيرمز اوف باي الا اذا كان اكزاكت يعني طلع باي مثلا او ماينس باي او 2 باي هيك مش الحال؟ شو؟ بعرف صعب عليكم نتفاقوا مع بعضين عطلي اسمعنا اعتبروا حرف رقم مدرسة صح صحيحين كلكم؟ استاذ مين قال هلا استاذ مارسيل ولا سعيد؟ لا انا سعيد سعيد مارسيل وينك؟ اوعى تكون نمت اه هون يا استاذ هون اسف مين ايش الحال فهمتوا هون؟ استاذ انا اعطي اكزامبل الاخير هيدي هيك بالشكل بتغش ممكن التلميذ يفكرها وقتها الحال فيها شويه شغل اكثر اكيد من غيرها بس حنحكي عنها يلا انتجرال لان اكس اوفر اكس سكوير
طيب هون بتجي بتقول لي ما في برودكت، ولا في برودكت انت بتخترعها. هون بقسمها بتصير لان اكس مضروب بشو؟ 1 اوفر اكس سكوير. صح؟ هون برجع بقول لكم طبعا انا عم بفترض انه كل نوع انتجرال ما عم ينحلوا على طريقه التشينج فاريبل. يعني هون اذا انتم بتختاروا let u equal لان اكس هيطلع اليو برايم هي 1 اوفر اكس، في عندي اكس تحت ما في عمل فيها شيء. كرمالك بدي اضطر اروح على الانتجريشن بالكويس. عم نفهم؟ فهون شو بعمل؟ بختار اليو هي لان اكس. وبختار ساعتها احط معنا البي برايم هي. صار عندي شكل انتجرال يو تايمز في برايم اللي هي هلا بعد شوي هي مين؟ هي يو تايمز في برات الانتجرال ماينس انتجرال لمين؟ يو برايم تايمز. ماشي؟ فأنا بحاجة لأجيب اليو برايم ولأجيب مين؟ ولأجيب اليو. اليو برايم لتجيبها من اليو، إذا اليو هي لان اكس، اليو برايم شو هي لنا؟ 1 اوفر اكس. بينما إذا الفي برايم هي 1 على اكس سكوير، شو بتعملوا هون؟ بتطلعوها لفوق بتصير اكس باور قد ايه؟ ماينس 2. فالفي هي الانتجرال لاكس باور ماينس 2، هون كلهم اشتغلتوا فيهم، يعني اكس باور ماينس 1 على ماينس 1، ظبطوها بتطلع ماينس 1 اوفر اكس. شو الحال؟ هلا ماشي صارت الانتجرال لها هي يو تايمز في، يو تايمز في يعني بضرب هول ببعض. شايفينها؟ دائما حطوا البولينوميا الاول، يعني ماينس 1 اوفر اكس تايمز 10 اكس هي طبعا بتوين 1 اند سكوير ماينس انتجرال يو برايم تايمز. يعني هلا بتضرب بقلب الانتجرال مين؟ 1 over x اللي هي v prime ضرب v اللي هي مين؟ minus 1 over x. اوكي؟ والباقي صار محلول. هاي اللي بتحلوها عادي بتعوضوا محل الاكس مره e square وبعد شوي 1. هون ال len 1 هي 0 طارت. وهون ال len e square ما تنسون لهول len e power n هي n هي 2n. كلها عشان هيك طلعت معكم minus 2 على e square. اوكي؟ وهديك لك شو بتصير هون؟ هون الماينس جوا والماينس اللي قبل الانتجرال بيطلع بلس. صح؟ يعني عندي ماينس وقلب الانتجرال ماينس صارت شو هون؟ صارت بلس. شو بقي جوا؟ صارت جوا 1 على اكس سكوير، مرة ثانية طلع على فوق بتصير اكس باور شو؟ ماينس 2. يعني مرة ثانية بترجع تعمل انتجرال لقلب. فهمتوا؟ الانتجرال للاكس باور ماينس 2 هي كمان اكس باور ماينس 1 على شو؟ على ماينس 1. وبتعوضوا عادي هي بترجع تنزلوها لتحت. هيطلع عندكم اخر شيء هذا الشكل ماينس 3 اوفر سكوير بلس 1 على الكالكوليتر حيطلع تقريبا 0.59 كمان اذا بترجع بتجرب هيدي كلها على الكالكوليتر حيطلع رقم كمان 0.59 اوكي اوكي شفتوا له هالاربع اكزامبل ايه مفهوم كثير طيب انا اليوم حاكتفي بهول بس حقلكم شو حاطيكم هلا بهيدي الشيت هي ذاتها حاطكم هلا على اساس بدي ابعتها على الكلاس روم بس في عندي مشكله طلب مني الباسورد والحسين انا ما بعرف بدي له حل هيدا عم بيقول لك روح على اليوتيوب ببعت لك شيء على اليوتيوب مش عم تفهم شو بدي اعمل هلا اهم شيء اليوتيوب ما راح عندكم على مهم كرمال التسجيل او الابلكيشن هلا اذا ما مش الحل على الكلاس روم حاطكم اياهم على الجروب على الواتساب ما في مشكله ماشي حاولي بتحلوهم بكره يعني حابعت هيدي الشيء مثل ما هي بتكونوا شفتوا الشرح مره ثانيه ورجعتوهم والفيديو طبعا بس وصلكم بتكونوا بترجعوا بترجعوا مره ثانيه حاولي بكم تحلوهم انتجريشن ابلكيشن على مساله طيب بس بدي اقول لكم عن شغل البارت دي طلعوا لي البارت دي شوي البارت دي فيها شوية شغل هون حتقولوا لي كيف البارت دي شايفينها شو هي كلكم؟ ايه استاذ طيب شو هي الفانكشن الثانيه في قلب الانتجريشن؟ هي مش المفروض يكون في تو فانكشن؟ مظبوط عندي انتجرال لشو هون؟ يو ضرب شو؟ يو برايم يعني دائما باي بار بختار وحده اليو وحده مين؟ طيب اليو اوكي هي اللان مين هي الفي برايم بتكون؟ 1 1 بالضبط يعني بس عندكم فانكشن وحده بتخترعوا بتحطوا 1 لانه ال1 مضروب باي شيء بضل هو زي يعني هاي بتصير كانها انتجرال 1 ضرب قد ايه؟ لان اكس بلس 1 هيدي مثل هند تشوف بس هي مش بس هيك في فيها شويه شغل ان شاء الله تعرف تحلوها يعني في انتجرال الثاني ممكن نتعلم عليها
البقية. بس هلا هون الفكرة تختاروا هيدا اليو وهيدا مين؟ الوان هي السيل في هي اكس يعني هذا الشيء. اوكي؟ والبقية هون الداتا تاخذ حلمة. ماشي؟ ماشي. حاولوا ياخذون هون ورك للخميس بس بقى ما عندي اياكم. وكمان راجعوا لي. هلا بدي اشوف قصة كلاس روم اذا مش الحال ولا اذا لا بعثكم اليوم برجع على الجروب عندي. اوكي؟ Any question أنا سكت؟ لا أستاذ يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ شكرا.